مشاهد قناة نيشا الآن من أمام مقر مقاطعة مراشد. هذه نوكا وقفة احتجاجية يعني النقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل أمام مقر مولاي رشيد دايرين وقفة احتجاجية. غادي نشوفوا واحد الشخص اللي غادي يعطينا تصريح. نائب كاتب العام الاتحاد المغربي للشغل بمقاطعة مولاي رشيد. حنا كنطالبوا بالرئيس عدة مرات باش يستقبل النقابة ويتصنت المشاكل ديال الموظفات والموظفين ويستجب المطالب ديال الموظفات والموظفين على طريق النقابة، وخاصو يفتح معنا الباب ديال الحوار، وكنبغيو يعني نوصلوا له المشاكل ديال الموظفات والموظفين، وما تفتحش لنا المجال باش ندخلوا عنده باش يستقبلنا، يعني ندخلوا عنده نحطوا له المشاكل. هذا هو اللي كنطالبوا به. مريح معنا مره. واش كاين فرد بالقرارات ديالو؟ نعم. واش كاين فرد بالقرارات ديالو بوحدو؟ لا باقي مازال ما فتحش لنا الباب باش نبركوا معاه. يعني الا فتح لنا الباب باش نبركوا معاه يعني غادي نعطيوه المشاكل اللي كيعاني منها الموظف والموظفين، فهمتي؟ ولكن خصو يفتح لنا الباب الحوار ويفتح لنا الباب ديال المكتب ديالو ان شاء الله. ويعني خاص الرئيس يعني مره في الشهر يستقبلنا باش نعطيه المعاناة ونعطيه المشاكل ديال الموظفات اللي كيعاني بها الموظف ديال جماعة مولاي رشيد، لأن كاينة مشاكل في المقاطعات وكاينة مشاكل هنا في الجماعة، ولكن الرئيس خاصو يفتح لنا الباب ديالو باش ندخلو عنده ونعطيه المشاكل. عندنا عدة المشاكل اللي كيعاني منها الموظف يعني الموظف والموظفة، يعني الرئيس خاصو يفتح لنا الباب ديال الحوار، خاصو يفتح لنا الباب المكتب ديالو باش نبركوا معاه ونحطوا ليه عدة المشاكل اللي كيعاني منها الموظف والموظفين. تقريبا شحال من واحد نتوما في النقابة؟ تقريبا المكتب يعني المكتب فيه 13 ياك. المكتب شحال فيه؟ 21 ها؟ الاقليمي 25 فوالا. الاقليمي 25 رساله اللي كنبغيو نوجهوا للسيد الرئيس، يفتح لنا الباب ديال الحوار ويفتح لنا المكتب ديالو. راه كاينه عده المعطيات خاصنا نعطيوها الرئيس، ولكن خص يفتح لنا المجال ديال الحوار ويفتح لنا المجال المكتب ديالو. عندنا ما نعطيو راه كنمشيو للمصالح مؤخرا، مشينا للمصالح الخارجيه المقاطعات، مشينا للمصالح الخارجيه ولقينا كاين شي ملاحظات، ولكن الرئيس خصو يفتح لينا الباب المكتب ديالو، يفتح لينا الحوار باش نعطيو واحد حزمه ديال المشاكل اللي كتعاني منها المقاطعات والموظفين ديال الجماعه. شكرا ان شاء الله. للمشاهد قناه نيشا الان، الناس كتطالب بالحوار مع السيد الرئيس. والمسؤول فوق القانون.
وراسي مرفوع، اتحادي وراسي مرفوع، اتحادي وراسي مرفوع، وراسي مرفوع، وراسي مرفوع، نبلغ السلطات، نبلغ السلطات، نبلغ المسؤولين، نبلغ المسؤولين، على الشيلة وحتى الشيلة، على الشيلة وحتى الشيلة، على الشيلة وحتى الشيلة، على الشيلة وحتى الشيلة، الكرامة اللي بغينا، الكرامة اللي بغينا، لا إله يا معبود، وهالشفات الحدود، وهالشفات الحدود، وهالشفات الحدود، وهالشفات الحدود، باش نعلموا على الصدام الضم اللامشروع مع اخواننا الموظفين في قناه مولاي رشيد على الاهانات والتعسفات اللي كيتعرضوا لها من طرف الرئيس. نحن نعلن تضامننا معكم ونؤكد لكم على ان هذه وقفه فقط تضامنيه وانذاريه في نفس الوقت، ولكن اكيد ستاتي محطات احتجاجيه اخرى نعلن فيها اكيد بجميع المناضلين والمناضلات والعمال والعاملات بالحرس الصناعي ورشيد على التضامن الفعلي والضمني مع كل الموظفين المعنفين من طرف الرئيس، وتحية نضالية صادقة لجميع الإخوان. عاش الاتحاد، يعني كما شاهدتم مشاهدينا قناة نيشان الآن، هناك كانت وقفة يعني أمام مقر مقاطعة مولاي رشيد، من بعد النقابيين ديال المكتب، النقابيين الموظفين في مقاطعة مولاي رشيد اسمح لي يا استاذ، اسمح لينا، اسمح لينا شريف، اسمع شريف، اسمح لينا. احنا ماشي من دعاة الاضرابات او الاحتجاجات، احنا من دعاة الحوار والتفاوض، وهذا هو المبدا الاساسي والرئيسي وديال الاتحاد المغربي للشغل، وهذا هو اللي كنعتبروه كمبدا قدسي، ما هو الحوار والتفاوض في حاله لا كانت استجابه ديال الطرف الاخر. يعني اللي فهمت هو ان الرئيس ما دار معكم حتى. نعم، انا دابا المشكل اللي خلق هادشي هو السيد الرئيس، ما بغاش يفتح معنا وما بغاش يوصل للحوار الاجتماعي. احنا كاتحاد المغربي للشغل احنا من دعاة الحوار، وكنامنوا بالحوار وفضيله الحوار والاستجابه الحقيقيه للمطالب العاجله والمشروع ديال الموظفات والموظفين واطور مقاطعه مولاي رشيد.
ولم بل كتوجهوا الرسالة ديالكم؟ كنوجهوا الرئاسة السيد الرئيس بالله يريح مع الإخوان ديالنا ديال المكتب الإقليمي ويحل ويقدم الاعتذار على الشيء اللي قال في حق الإهانة في حق والكرامة ديال الموظفات والموظفي ماشي مقاطعة مولاي رشيد بالله الموظفين الجماعيين. فلا يعقل موظف قضى 30 عام أو 40 عام ويتهان في الأخير بكلمات اللي صراحة ما قدرش أنا نقول حتى شي حاجة في هذا الشيء وما نقدرش. أما بالنسبة للأشباح حنا كاتحاد المغربي الشرقي كنفرضوا بتاتا الأشباح وندافعوا على الأشباح، حنا كندافعوا على الموظف اللي كيقوم بالواجبات ديالو، الموظف اللي الحضور ديالو والواجبات ديالو وكيخدم المرتفقين وكيخدم المنطقة والساكنة، هذا هو الموظف اللي كندافعوا عليه. حنا نقابة اتحاد المغرب الشغل عندنا حقوق وعندنا واجبات، فنقول الموظف أو الإطار اللي كيقوم بالواجبات ديالو وكيلتزم ويحترم المسؤولين ويحترم العمل ديالو المرتفقين ويقام بخدمات جليلة للساكنة والتراب المجاري ديال فين كيشتغلوا هو، فهذاك هو الموظف اللي كندافعوا عليه وما كنتخلاوش على الحقوق ديالو والمكتسبات ديالو والأمور ديالو، هذا هو اللي كاين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كما كتشاهدوا مشاهد قناة نيشان الآن ما زلنا هنا في وقفة احتجاجية أمام مقاطعة مولاي رشيد. من اجل دعم ومسانده الاخوان ديالنا هنا في المقاطعه ديال حي مولاي رشيد. هذه الوقفه الاحتجاجيه جاءت نتيجه للاضطهاد والسب والاتهامات الباطله في حق الموظف الجماعي حي مولاي رشيد. طبعا النقابه ديالنا لا تشجع على وجود موظفين أشباح ولا نشجع على التقاعس أو التخاذل أو الغياب، نحن مع العمل، نحن مع المردودية، نحن مع الجدية، نحن مع الحضور، نحن ضد الأشباح. هذه شروط ديال أي منخرط في الاتحاد المغربي للشغل أنه يكون كيشتغل وكيحضر يوميا وفي الوقت المحدد وكيقوم بالواجب ديالو، حينها نقوم بالدفاع عنه. نحن هنا للدفاع عن الموظفين الشرفاء الذين اتهموا رغم حضورهم اليومي والجدية ديالهم في العمل، وكنطالبوا من السيد الرئيس انه اللي كيمثل الساكنة تاع حي مولاي رشيد، وكنعرفوا بان هاد الموظفين راهم اصلا راهم سكان ديال حي مولاي رشيد، والاغلبيه ديالهم خصوصا اصحاب السلالم الدنيا مثلا كالناس اللي عندهم السلم 6 راه الاجور ديالهم راه جد متدنيه وكيعيشوا واحد ازمه نفسيه كيف ما كيقول هو نيت غلاء الاسعار. كنشوفوا هذا المشكل ديال الترقيات، هذا الموظف اصلا جايب واحد النفسيه متدمره، وزيد انت تكمل عليه في عواد ما تشجعو وتكون عندك وسائل تحفيزيه ولو بكلمه طيبه. ما نريد هو كلمه طيبه وفتح حوار جاد مع المكتب المحلي او المكتب الاقليمي، وحنا كمكتب جهوي مستعدين اننا ندفعوا في هذا الاتجاه ونصحوا هذا الخطا اللي ارتكبه السيد الرئيس، وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك.
والشهيد قناة نيشان الآن نكتفي بهذا البث المباشر. إلى اللقاء.